يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ قولوا لي بقى، سامعين ايه عن الكوست؟ اصعب ايه يا عم الدخله دي؟ لا ها، سامعين ايه فعلا؟ بلاش اصعب ماده والكلام ده. ها طيب، بصوا افهموا بس عشان ايه تبقوا انتوا في الصوره. الكوست مش صعبه خالص على فكره، ولو رجعتوا التاريخ كده اخر سنين، 10 سنين، ارجع 10 سنين ورا، هتلاقي كل التقديرات العالية في الكوست. فكرة كلها بس ان الكوست المحتوى بتاع المنهج ما بيتغيرش، هو هو من ساعة ما الكلية اتخلقت، نفس الشابترز نفس الموضوع، بس الكوست دكتور. يعني ايه الكوست دكتور؟ كل دكتور بيدرس المادة دي ليه مدرسة. على سبيل المثال، انتوا والدفعة بتاعت السنة اللي فاتت بس من الدفعات اللي حظها كويس جدا. ليه؟ نزل لكم دكتور مندور. انا مش بقولك ان المنهج قل او زاد، هو هو المنهج، بس هو ليه مدرسة. لما بيجي يعمل امتحان هو اللي هيسيطر على الفكرة، هو اللي هيحط لكم امتحان السنة دي. ما بيحطش امتحان خزعبلي، يعني بيحط امتحان وذن اللي اتقال او اللي اتشرح. فالدكاترة اللي من النوع ده انت ما تقلقش منها في الكوست. انا مش من وقت ان انا اقول لك خلي بالك والمادة صعبة وبتاع عشان تاخد كورس، لا، انت كده كده من المواد اللي مش بتتذاكر في الاخر، اللي محتاج انك تتابعها كل اسبوع طبيعي لانها اهم مادة عندك، لكن مش المادة المرعبة اللي تخاف منها. خلاص، دي اول حاجة. زمان بقى، يعني انتوا عندكم، انتوا عارفين انتوا اكاونتنج عندكم في الجدول دكتور مندور وفي دكتوره زينات ودكتور سيد. لما كانوا هما الاثنين بس، دكتوره زينات ودكتور سيد في الكوست، كان بيبقى عندنا استعدادات بشكل مختلف، لان احنا كنا بنتوقع في الامتحان ان لازم تيجي حاجه من المسائل الابنورمال، فكان بيبقى فيه تخيلات وخزعبلات ونأهل الطالب تأهيل ايه مختلف. احيانا، بص بقى، احيانا في الكوست الضغط العصبي على الطالب بيخليه ما يحلش، بالذات مع ان انت ما عندكش دكتور هيصعب عليك. فتلاقي طلبة في الكوست قعد من الضغط العصبي طول السنة، طول الترم بتذاكر ايه؟ بذاكر كوست. راح فين كورس الكوست؟ جاي منين؟ جاي من كورس الكوست. ورق ايه؟ ورق كوست 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 كوست. وتلاقي الطالب اثنى عمره في الماده دي. وحل، بص بقى، قاعد يحل ايه؟ مئات المسائل، مئات. خلاص؟ خش الامتحان ما يعرفش يحل ولا كلمه. دكتور يوم جاي يعمل لك ايه في بالذات في الميد ترم؟ يوم جاي يعمل لك ايه؟ اوعى كده. اوعى دي معناها ايه؟ جاب لك امتحان سهل. يعني امتحان سهل، مش امتحان تافه، امتحان طبيعي. فانت متعود ومأهل نفسك ان انت داخل على ماتش ايه؟ بوكس. فاللي بيأهل نفسه كده في الكوست ويدخل الى الامتحان سهل ما بيحلش. فانت اهم حاجة في المادة دي معروف تاريخها. مين اللي بيدرس؟ اول سؤال، مين اللي بيدرس؟ فلان. حلو، فلان ده مدرسته ايه؟ مدرسته كذا. يبقى احنا نأهل الطالب لهذه المدرسة. انما فكره ان احنا نمسك الطالب نعمل له تعبئه، ان انا احل اديك كل التست بنك بتاع الكتاب، اديك كل الاسئله اللي في الكتاب، اديك 50 امتحان سنين سابقه وهو اصلا مش المنهج اللي هو هيسالك فيه، تحت بند ان انا كده بحل معاك كتير، هتيجي في الامتحان بتاع دكتور مندور هتلاقي شورت كيسز. بص بقول لك ايه، هتلاقي ايه؟ شورت كيسز. معظمها تعويضات مباشرة بالذات في الميد تيرم، وهتلاقي جزء ثيوريتيكال مبني على ان الطالب سامع مش مموت نفسه. السنة اللي فاتت ده حصل. خلاص، فاحنا هنعمل ايه؟ هنستعين بالله كده، هنمشي وفقا للمدرسة بتاعت الدكتور مندور. مش هنصعب، بص تاني، مش ايه؟ مش هنصعب، بس مش هنستكفه، يعني هنشتغل بشكل ايه؟ منطقي، ولا هيعقدك من المادة
ولا هيخليك تتجاهلها. انت هنمشي بشكل طبيعي، هنحط حصصنا، جدولنا الثابت، هنمشي، الامور هتمشي معاك واحده واحده. خلاص اتفقنا؟ طيب يبقى رقم واحد كده اللي احنا اتفقنا عليه، انسى انسى قبل ما تخش الكورس، ما تقوليش الكوست صعب وانا سامع انها اصعب ماده، لان انا كمدرس لو قلت لك ان هي اصعب ماده، طب انت جاي السنتر تعمل ايه لما هي اصعب ماده؟ انا اقول لك اصعب ماده، انت جاي تعمل ايه هنا؟ واصعب ماده بتقعد في بيتك بقى، صح ولا غلط؟ حلو، فاحنا هنتفق ان الكوست ماده سهله. خلاص الحاجه بقى اللي احنا هنشتغل فيها، احنا عندنا قبل الميد تيرم 4 تشابترز، هما بيبقوا 3 ونص يعني. خلاص تشابتر 1 بتاع النهارده ده تشابتر كومبليتلي ثيوريتيكال، كله ايه؟ نظري. النهارده انا جايبكم هندردش ساعه، ساعه وربع. خلاص وانا ماكسيمم ما بديش حصه اكتر من ساعه ونص اشتبار فيه حتى في العملي، لان الطالب المصري ما بيقدرش يتحمل الايه يعني. انت بعد ساعه بتبدا شايف اللي قدامك ده ايه، بتبدا تشوف حيوانات حواليك. بعد ساعه، ساعه وربع تضغط على نفسك، ساعه ونص اللي بعد الساعه ونص مفيش، انت بتفهموش، ده طبيعي كلنا كده المصريين. فاحنا مش هنتقل، بس بحيث انك ايه تبقى فاهم كل حاجه. عندنا النهارده تشابتر مقدمه مهمه جدا وثيوريتيكال، ومش معنى ان هو ثيوريتيكال ان احنا هنتجاهله، ده في جه السنه اللي فاتت عليه 5 في المالتيبل تشويسز. خلاص في حاجات الدكتور مزودها عايزين نعرفها. من الليكتشر الثانيه هنبدا ناخد تشابتر 2، انا اعمل له بلان انه هياخد معانا 3 حصص، بعد كده هندخل في تشابتر 9، بعد كده هناخد جزء من تشابتر 4. امشي وفقا للي انا هقوله لك، وهنمشي وفقا لمجموعه الام سي كيو اللي انا هدربك عليها. لان تاني في حاجه اخيره، التحضير في الكوست للميد ترم مختلف عن الايه؟ الفاين. يعني انا دلوقتي عندي امتحان ميد ترم ايا كان عدد درجاته ايه، 20 30 40 وات ايفر، ما ينفعش يعني في تشابترز انت هتشوفها قبل الميد ترم عليها مسائل، ومسائل ام سي كيو، مساله قد كده. خلاص دي ما ينفعش تبقى في الميد تيرم، دي بتيجي فين؟ الرد عليا في الفاين. لو خدتها قبل الميد تيرم تايم كونسيومينج، تبهدلك وتعطلك وتفقدك درجات الميد تيرم. فاحنا اصلا بنيجي بعد الميد تيرم لما بنبدا في المنهج اللي بعد الميد تيرم بنعيد تاني المنهج اللي ايه؟ اللي قبل، بس بالميثودولوجي بتاعت امتحان الايه؟ الفاين. فاحنا عندنا تاسك درجات الميد تيرم، امتحان ام سي كيو، calculations simple، شوية نظري عايزين نخطفهم ونطلع، وبعد كده الباقي سهل. خلاص عشان ما نلوكش كتير، قولوا بسم الله كده، افتحوا لي الورق اللي معاكم وهاتوا لي ظهر بيج بالعرض. خلاص ظهر بيج بالعرض، واللي ما بيفهمش وهو بيكتب يسمع ويصور في الاخر. خلاص يعني انا بفضل انك تكتب، طب انا ما بفهمش وانا بكتب مش مهم، مش اجبار. خلاص يلا بينا، تعالى بقى ايه ندي انترودكشن كده، عشان الانترودكشن دي هي اللي هتفهمنا احنا رايحين فين. الناس اللي بتكتب كلها، انا عايزك تقسم ظهر البيج اللي بالعرض تلت وتلتين. خلاص ها يلا بينا، قسم كده البيج تلت وتلتين. ولما نيجي نبدا نعلمك كوست اكاونتنج، قبل ما نبدا كده، انتوا خدتوا مانيجيريا الفولة صح؟ ارموها في الزباله. يعني اي كلمه انا هقولها مقرره مع كلمه انت سمعتها فين؟ في سنه اولى، ما تلزمنيش، خلاص اكنك ما سمعتش حاجه. يلا بينا بسم الله. بص بقى، انا عايزك تبدا تكتب كده معايا تايبس. يلا خلاص هبدا. types of firms، خلاص بدات تسكت، ركز بقى. افتكر لما انتوا خدتوا محاسبه في سنه اولى كان بيقول لك ان الاورجنايزيشن او الشركه او المنشاه اللي احنا بنتكلم عنها ممكن انها تشتغل في نشاط من 3. في منشات اكتبوا اسمها او نشاطها مانيفاكتشرنج. نشاطها ايه يا اولاد؟ مانيفاكتشرنج. يعني ايه منشاه مانيفاكتشر؟ يعني منشاه صناعيه، يعني مصنع، يعني بيشتري. بص اللفظ اللي انا هقوله،
رو ماتيريال مواد ايه؟ خام. ويعمل لها كونفرجن. يعني ايه كونفرجن؟ يحولها لفينيشد جودز. في منشآت تانية عدت عليكم في سنة أولى وتانية، اكتب اسمها مرشاندايز. ومعنى كلمة مرشاندايز هو تاجر. يعني أنا سافر الصين أشتري كراسي واجي هنا أعمل لها ريسيل، أعيد بيعها من غير ما أغير خصائصها، من غير منتج. ده اسمه إيه يا أولاد؟ رد عليا، مرشاندايز. فاينالي اتعرضت في سنة أولى كتير لشركات اسمها سيرفيس، خدمية، زي المستشفى، زي المحامي، شركات البرمجة، كل دي اسمها شركات ايه؟ خدمية. رقم واحد، ودي اهم حاجة تعرفوها بسرعة، منى محدش يخش تاني، يلا بينا معايا. بص بقى، رقم واحد اول حاجة تعرفها، الكورس اللي احنا هندرسه لكم ده، اعمل دايرة كده، الكورس ده ديزاين دي مينلي مخصوص للمنشآت المانيفاكتشرنج الصناعي. يعني انا من النهاردة لحد ما نخلص الترم انا بتكلم عن المحاسبة داخل المنشآت المانيفاكتشرنج الصناعي. مصنع بيشتري رو ماتيريال ويحولها الى ايه؟ رد عليا، منتج. وعلشان كده انا عايزكم من النهاردة، من دلوقتي، لان ده احنا هنشتغل عليه الترم كله، انا هختار معاكم النهاردة مصنع اسمه ان اند اوت فرنيتشر. تاني، انا هختار معاكم النهاردة مصنع اسمه ايه يا اولاد؟ ها، ان اند اوت فرنيتشر. كل كتب العالم لما بيجوا يدوا البرنسبلز بتاعت التكاليف دي، بنختار الوود اندستري، الصناعات بتاعت الايه؟ رد عليا، الفرنيتشر. سهل جدا التطبيق عليها، خلاص. حلو، يبقى احنا في منشاه صناعيه هنختار نشاط اللي هو مين؟ رد عليا، الفرنيتشر. برضو هرجع كل سنة أولى عشان ما نلقش كتير في النظري. كل منشأة في سنة أولى كانوا بيقولوا لكم إن عندها نوعين من اليوزرز. يوزرز يعني المتعاملين معاها. طبعاً من غير ما نفتي كتير، في جوه الشركة، اكتب، ناس اسمهم إيه؟ انترنال يوزرز، وأكيد مش محتاجة نباها. برا الشركة ناس اسمهم ايه؟ رد عليا، external users. حلو، يبقى المصنع بتاعي او المنشأة بتاعتي عندها متعاملين بيتعاملوا معاها، الناس دول مالهم؟ رد عليا، internal. وعندها افراد وناس بيتعاملوا معاها من برا اسمهم ايه؟ external. ركز عشان في سؤال هيجي في الامتحان هسلمه لك دلوقتي، خلاص. منين ما نسألك مين هم ال internal users؟ مفيش غير رد واحد، اكتب، المانجرز. وانا هنا ما بقصدش المديرين بالمعنى بتاع الترجمه. انا لما اجي اقول لك ايه؟ اداره الماركتنج، التسويق، اداره الفاينانس، التمويل، اداره الاتش ار، الهيومن ريسورسز، كل الادارات بموظفينها بمديرينها اللي من شانهم اداره الشركه داخليا، دول احنا بنسميهم ايه يا اولاد؟ رد عليا، انترن. لما اجي بقى اسالك سؤال عشان هيجي في الامتحان في النظري، تخيل ادفع حته في المنهج جت في الامتحان السنه اللي فاتت، قول لي مين هم الاكسترنال يوزرز اللي بيتعاملوا مع اي شركه؟ هتيجي تقول لي ايه؟ كاستمر، سبلاير، جفرنمنت، اي حاجه من الناس دي. حلو، ركز في اللي هقوله. هيسالك في الامتحان عن المين اكسترنال يوزرز. شوف، هتاخد شباتر كتير قوي وتخش امتحان الميد ترم تلاقي سؤال في اول شابتر كام؟ 1. فركز، مدرسته رائعه، سهله بس كلها افيان سريعه، فركز. الاكسترنال يوزرز، اكتب، الدكتور عايزهم مينلي مجموعه اسمها انفيزيتورز ومجموعه اسمها كريديتورز. تاني، يعني انا لما اسالك عشان في اللي تشوز مين هم الاكسترنال يوزرز المين الاساسيين بتوع اي شركه، هتقول لي مين ومين؟ رد عليا، انفستور. اوكي، هو از ذا انفستورز، اكيد انت فاهم. انا عم صاحب المصنع ده قررت ان انا ابيع شويه شيرز منه. يعني ايه شيرز؟ اسهم، او واحد دخل معايا بفلوس على سبيل الشراكه، فدول احنا بنسميهم ايه؟ رد عليا، انفستور. ليتر اون اللي هم الاونرز، خلاص. الكريديتورز دول بقى اللي بيسلفوا الشركه،
يعني على سبيل المثال من الامثله اللي اتقالت في المحاضره، البنك الدكتور بتاعكم معتبره كريديتور، لان البنك ممكن يديك ايه، يرد عليا قرض. لو سبلاير ليه عندك فلوس، الدكتور بتاعك معتبره ايه، يرد عليا كريديتور. اذا انا مش عايز ارغي كتير. الشركه ليها نوعين من اليوزرز، ردوا انترنال و اكسترنال. اول سؤال في حياتك ممكن تتسال فيه في اللي تشوز، ان المين جروبس في الاكسترنال يوزرز اسمع منك هم مين ومين؟ انفستور وكريديتورز. ادي اول سؤال اهو في الامتحان. خلاص خلصت، نكمل. عايزك تيجي من هنا وتكتب بوس يوزرز. بالراحه احنا النهارده جايين نتعرف في انترودكشن بوس ايه يوزرز، اي مين انترنال ومين يا اولاد اكسترنال. نيد، بص الكلمه اللي جايه دي، نقط تو تيك نقط. طبعا عندك المعلومه. بص يا سيدي، لو مدير انترنال عايز يعين موظف ما يقدرش يعينه من غير ما ياخد السي في. عارفين ايه هو السي في؟ رد عليا السيره الذاتيه بتاعته. يا عم لو مصلحه الضرايب بره عايزه تحاسبك ضريبيا، عايزه تعرف انت كسبت كام وصرفت ايه عشان نشوف الربح بتاعك، صح ولا غلط؟ البنك اللي هيديك قرض عايز الوضع المالي بتاع الاسيتس واللايبيليتيز في البالانس شيت. اي جهه من الجهتين دول محتاجه اكتب انفورميشن تو تيك، والله الكلمه سهله، ديسيجنز. معايا يا اولاد ولا لا؟ يعني اي طرف من الاثنين علشان ياخد قرارات محتاج ان يتجمع له ايه؟ رد عليا انفورميشن. ذيرفور يلا بينا بقى ندخل، وي يوز اي مصنع اي منشاه عشان تتجمع المعلومات دي. بص المفاجاه بقى، بيستخدم حاجه اسمها الاكاونتنج سيستمز. ما تناميش، بيستخدم حاجه اسمها ايه؟ ردوا عليا اكاونتنج ايه؟ سيستمز. الناس اللي قاعده ورا خالص، لو رجعتوا بالزمن في سنه اولى، حد فيكم فاكر اول تعريف خدتوه للمحاسبه؟ المحاسبه هي انفورميشن سيستم. المحاسبه هو مين المحاسب؟ واحد قاعد بيجمع معلومات عشان يطلع تقارير عشان يقدمها لليوزرز عشان ياخدوا ديسيشن. اذا الاداه اللي بتجمع المعلومات لخدمه اليوزر اسمها علم الايه؟ رد عليا الاكاونت. من النهارده عشان انت خلاص قدامك سنه وتتخرج وتدخل انترفيو، لما حد يسالك الاكاونتنج سيستمز انظمه المحاسبه كم نوع، اعمل سهمين. سيبك بقى ان انت بتاخد يعني 20 ماده محاسبه، عايزك لما تتخرج ما تعرناش، تبقى فاهم الاكاونتنج سيستم نوعين. في نوع، بص اللفظ اللي انا هقوله، اوبليجاتوري. يعني ايه اوبليجاتوري؟ لازم يبقى موجود في اي شركه. ارسم كده، عندنا شخص اسمه فاينانشال اكاونتنت، تاني عندنا شخص اسمه ايه يا حبايبي؟ ردوا عليا فاينانشال. فاينانشال اكاونتنت محاسب ايه؟ ردوا عليا مالي. بصوا بقى المفاجاه، انتوا في سنه اولى خدتوا فاينانشال اكاونتنت وفي سنة تانية مدتوا في الانترميديت المادة الملعونة دي، صح؟ بص بقى، اللي انت لازم تعرفه دلوقتي اول ما تبقى طالب في سنة تالتة، ان المحاسب المالي ده احقر واحد في الشركة. دي حقيقة. يعني ايه؟ اضيق واقل ابواب الرزق بعد ما تتخرج. المحاسب المالي ده بالنسبة لأي منشأة ارخص واحد في المرتب. ليه؟ بص بقى ركز، الراجل ده كل اللي كان بيعمله ايدنتيفاي ترانزاكشن ريكورد كوميونيكيت، قاعد كاتب حسابات، ما عندوش مخ، عنده قوانين اسمها الجاب او الايفرز، بياخدها يطبقها صنم من غير ما يفكر. فالمحاسبه اللي انتوا خدتوها في اولى وثانيه دي
او المحاسبه الماليه فيما معناه، بغض النظر ان انت خدت مانجيريال قبل كده، دي كان دورها اكتب انه يطلع فاينانشال ستيتمنتس. يعني الراجل ده قاعد يعمل جورنالايزنج وسمرايزنج وبوستنج ويطلع ترايل بالانس وادجستد ترايل بالانس. ايوه، اقصى طموحك كان ايه؟ انك تطلع قوائم ايه؟ ماليه. والقوائم الماليه دي او النوع ده من المحاسبه هو ده اللي دول عايزينه. مين دول يا اولاد؟ رد عليا. اكسر. هم دول اللي عايزين الوضع المالي، فهم دول اللي بتخدمهم المحاسبه الماليه. طب لما المحاسب المالي ده زي ما بنقول كده المية منه بساغ ببلاش، امال مين اللي ليه قيمه بعد ما تتخرج؟ اسمع بقى، ده مش شرط يبقى موجود في كل الشركات، ده هيبقى موجود في الشركات النظيفه. خلاص، عندنا شخص تاني زي ما قلت لك، مانيش دعوه انت خدت ايه في سنه اولى، الشخص ده اسمه مانيجيريال اكاونتنت. اديله، كورونا شكلها داخله جامد تاني. يلا ها اولاد، مانيجيريال ايه؟ اكاونتنت. تاني، الشخص التاني اسمه المحاسب الايه؟ الاداري. ايه ده بقى؟ ربنا يوعدك. يعني الراجل ده، بص اللفظ اللي انا هقوله، كونسلتنت. تعرف يعني ايه كونسلتنت؟ استشاري. الراجل ده مش بتاع ديبت وكريدت، احنا مش هنشوف ديبت وكريدت اصلا في الكوست دي غير حته سنتي كده، ومش بتاعتنا. الراجل ده قاعد في الشركات والمصانع النظيفه عشان يساعد دول. مين دول؟ ردوا عليا. مانجر. هو ده اللي بيفكر لهم وبيخطط لهم وينفذ لهم ويساعدهم ان هم ياخدوا افضل ديسيجن. من دلوقتي في سنه ثالثه حضرتك هتشتغل محاسب اداري استشاري في منشاه احنا اتفقنا نشاطها ايه؟ مانيفاكتشرنج. اتفقنا ان هو مصنع موبيليا، صح؟ مصنع فرنيتشر. حلو قوي. خش الجنب الثاني وارسم. حضرتك يلا يلا مش عايزين بقى وقت في النظري، هتشتغل مانيجيريا ليه؟ اكاونتنت. الا بالمناسبه يا اولاد برضه، عشان ايه؟ انا ما بحبش تبقى سايح دماغي. كل الشرح اللي انا بشرحه ده انا عارف ان انت فاهمه. خلاص؟ ايوه، بس السؤال الوحيد اللي يجي في الامتحان في اللي انا قلته فين؟ اهو. انت فاهمين ولا لا؟ يعني انا هفهمك كوست كويس جدا. بس انا عايزك وانت طالع احط لك في ايدك الايه؟ لازم هتيجي في الامتحان، خلاص؟ بالذات في الثيوريتيكال، اتفقنا؟ يلا. ها نكمل. انت هتشتغل ايه؟ اسمع، هتشتغل ايه؟ رد عليا. مانجر. ادردش معاكم بقى وكلموني. تعرفوا تقولوا لي ايه هو اخطر ديسيجن؟ مش انت جاي تساعد الشركه في انها تاخد احسن ديسيجنز عندهم؟ حلو قوي. تعرف تقول لي مين هو اخطر قرار، اخطر قرار بيواجه اداره اي مصنع؟ انا عاجبني قوي، انا مش شايفه اللي بيتكلم بس عاجبني قوي انه بيكلمني. حلو، ها اتكلموا. ما ينفعش بص لما انت خلاص بقول لك انت كبرت في ثالثه، فلازم يكون عندك ايه؟ قدره انك تتكلم، والا هتروح انترفيو هيقعدك في البوفيه على طول في الشركه. فتحرك معايا. ها تفتكر ايه القرار الخطير اللي واجه المصنع؟ نبدا بيزنس جديد. ها ياخد لون من البنك. قرار صعب برضه فعلا، الاقتراض. ها بصوا بقى، اخطر قرار بيواجه اي مصنع اكتبه، اسمه برايسنج. اسمه ايه تاني؟ رد عليا. برايسنج. كارثه، كارثه التسعير. هقول لك ليه وهقنعك. تخيلي ان الكرسي اللي انت قاعده عليه دي احنا بنصنعه وبنبيعه بالسيلينج برايس 100 دولار. يعني مصنع هنا دعوت يا حبايبي بيبيع الكرسي بكام؟ ب 100 دولار، ده سعر البيع. ايه رايك لو المنافس بتاعنا الكومبيتيتور معايا ورا تاني، لو المنافس بيبيع نفس الكرسي اخوه هو
بيبيع الكرسي ده بسبعين دولار. ها انت بتبيعيه بكام؟ الرد عليا كده بقى، مش مكسوفين كده، بتبيعه بكام؟ المنافس بيبيعه بكام؟ هيحصل لك ايه؟ هتحصل لك ايه؟ لو قلت كده في انترفيو اقول لك اطلع بره. علمك ما الكلام ده انا مش بستعرض بيه عليك، ما هو دي كوست. الكوست هي اللي الواحد لما بيفهم فيها الستارتنج سالري بتاعه 15000 جنيه، مش المحاسب المالي المعفن اللي بيساعد الشركه. هتعرف الكلام ده ما اسمهاش هتخسر. امتى هتخسر في مادتنا دي؟ الخساره لو انت بعت بسعر مش مغطي التكلفه، هي دي الخساره. انما انت هنا انت بتبيع ب 100 والمنافس بيبيع بكام؟ 70. اسمها يو ار لوزينج كاستمرز. يعني ايه لوزينج كاستمر؟ يعني العميل مش هيحب يجي لك، هيروح لمين؟ لحد تاني. الخساره دي قصه تانية. خلاص ليه؟ ركز، لان السيلنج برايس بتاعك اوفر ستيتد. يعني ايه اوفر ستيتد؟ مبالغ فيه. طب بلاش، قولي لي انت بتبيع الكرسي بكام؟ ب 100. تخيلي ان المنافس بيبيعه ب 130. ها ايه رايكم؟ انا ببيعه بكام؟ ردوا عليا ب 100. هو بيبيع اخوه بكام؟ ردوا عليا 130. حاجه حلوه صح؟ هعلمكم في شابتر 4 قبل الميد ترم، هوريك بعينك مصنع هيفضل يبيع 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 مبيعات مهوله، واخر السنه يقفل يقفل يفلس. عارف ليه؟ مش شرط تكون هو اللي غلط. يعني ايه؟ ممكن يكون الفير برايس، السعر الصح اللي يغطي تكلفه الكرسي ويكسب المصنع، هو ال 130. بس انت بتبيع، بص اللفظ اللي انا هقوله، بسعر بخس. يعني ايه بتبيع بسعر بخس؟ بتبيع بسعر اندر ايه؟ ستيت. حضرتك قرار السعر ادان يخلص ونكمل. ها ها يلا بينا، يلا ما تفصلش ما تفصلش ما تفصلش، انا ما بطولش بس ركز. ها بصوا لي بقى شويه. يبقى اتفقنا ان انت لو اشتغلت محاسب اداري، ها اخطر قرار مين؟ برايس. لو اوفر ستيتد في مشكله، لو اندر ستيتد في ايه؟ مشكله. طيب نكمل كلام. خلاص تعرف تقول لي ال 100 جنيه دي اللي هي السعر اللي انت بتبيع بيه، اكتب، اتحسبت ازاي؟ حلو حلو، ايوه اشتغلوا بقى معايا كده. بص يا سيدي، تعالوا نفترض ان الكوست بتاعت الكرسي 60 جنيه زائد انا عايز اكسب 40. بص بكلمك بشغل سلس قوي وبسيط تاني. سعر البيع ال 100 ده اتحسب ازاي؟ ها ها اسمع منك. الكوست كام؟ 60. ممكن نقف لحظه بقى اتكلم. كوست شراء كرسي واعاده بيعه، هو انت تاجر ولا كوست تصنيعه؟ احنا اتفقنا ان احنا ايه؟ مصنع. تعرف تقول لي، هات لي يا عم من سنه اولى، ال 60 دي او تكلفه التصنيع كان عدى عليكم صح ثلاث الفاظ؟ مش عايز اسمع كلمه دي دلوقتي لان انا هاهلك ليها تاني. خلينا نقول ام. ام دي حد فيكم فاكر اختصار ايه؟ ماتيريال. بص، خشب وغيره ومسامير. وال ليبر اللي هي الاجور والايه؟ والمرتبات. والله يحرقوا اوفر هيد. لسه، لان خنقتك معاه في تكاليف. اسمها ايه؟ اوفر هيد. كهرباء، ميه، صيانه، اهلاك الى اخره. خلاص ده مش موضوعنا النهارده. يعني من الاخر، الخامه والعامل والاوفر هيد يمثلوا الكوست. الكوست اللي فوقها مكسب، فتمثل حته من السيلينج برايس. السيلينج برايس اللي هو قرار خطير، لو كان اوفر ستيتد او اندر ستيتد يغرق المصنع، صح؟ اخر سؤال يا اولاد، لو الكوست دي اتحسبت غلط، هل سعر البيع هيتحسب صح؟ يبقى هنقع في مشكله مين؟ برايسنج. طب ايه الحل؟ قال لك هو حل واحد. من النهارده اعمل سهم كده. هنجيب شخص اللي هو انت. خلاص؟ الشخص ده
اسمه كوست اكاونتنت. اسمه ايه؟ ردوا عليا. مين ده بقى؟ ده اغلى واحد في الشركه واذكى واحد في الشركه. الكوست اكاونتنت ده محاسب التكاليف، هو علم مشتق من المانجيريال اكاونتنج. يعني المحاسبه الام الاداريه اسمها ايه؟ ردوا عليا. مانجيريال، فرع من فروعها، سبسيت منها، اسمه محاسبه التكاليف. وهقول لكم على سؤال جه السنه اللي فاتت وهنحله، لان الدكتور حله في المحاضره، هنحله دلوقتي. تخيل انت تبقى طالب ميت في الكورس، شغال واخد شباتر بقى رهيبه، وتتلخبط في تعريفات شابتر 1، تبقى كارثه. الكوست اكاونتنت هو جاي يعمل حاجه واحده بس. ايه دي؟ يرد عليا. الستين. انا ما بعملش حاجه طول السنه غير ان انا بجمع معلومات عن الاكوايرنج واليوزنج بتاع الريسورسز بتاعت الشركه اللي بيتحسب بيها البرودكت كوست. انا مش هقول اي حاجه تاني. انا الراجل اللي بجمع الماتيريال والليبر والاوفر هيد عشان اجيب حاجه اسمها البرودكت ايه؟ كوست. انما لما اجي اقول لك مين الشخص اللي بيجمع معلومات عشان يساعد الشركه في الديسيجن ميكنج بشكل عام، ده تعريف مين؟ مانجيري. انما لما ابدا اتكلم على الشخص المسؤول عن تجميع البيانات الخاصه بتكلفه الانتاج، ده اسمه ايه؟ رد عليا. كوست. انت بقى من النهارده كوست اكاونتنت، دورك انك تحسب تكلفه تصنيع المنتج في مصنع. هنبدا في تشابتر 2 بمصنع صغير كده بينتج سنجل برودكت. بعد كده هنطور الموضوع في الشباتر اللي وراها لمصانع اضخم بتعمل طلبيات لحد ما تطلع رابعه تاخد فكر كبير جدا اسمه المراحل اللي هي الانتاج الهيوج. خلاص، قبل ما ابدا اقرا، خلاص انا خلصت الانترودكشن، بس عايز اطلب منكم طلب. محاسب التكاليف ده انا لسه قايل لكم ان هو مشتق من مين؟ من المانجيريال. حد فيكم معترض؟ بس خد بالك بقى، بالرغم ان انت جزء من المانجيريال وتوجدت عشان تساعد الإدارة في الكوست عشان قرار خطير تاني اسمه ايه؟ رد عليا. برايسنج. الا ان انت كراجل بتاع تكاليف زي ما بتساعد المحاسبة الإدارية او انت جزء منها، بتساعد الفاينانشال برضو. خلي بالك كل ده هقوله لك اسئلة دلوقتي ما نستهونش بيه. بتساعد مين؟ فاينانشال. ليه بقى؟ ركزوا، انتوا اخدتوا في المحاسبة المالية الانكم ستيتمنت صح؟ كنتوا بتبداوا بايه؟ سيلز. وراها مين؟ كوست اوف جودز ايه؟ سولد. انت عارف ان الكوست اوف جود سولد لو في شركه سيرفيس او مرشاندايز المحاسب المالي يقدر يحسبه ويعمل انكم ايه؟ يرد عليا ستيت. انما في الشركات الصناعيه ما يعرفش. ليه بقى؟ لان الكوست اوف جود سولد داخل فيه حاجات كتير قوي بتاعت التصنيع. فانت كمحاسب تكاليف زي ما بتساعد المحاسبه الاداريه في البرايسنج، زي ما هتساعد المحاسبه الماليه بانك تحسب رقم مهم جدا اسمه الكوست اوف جودز ايه؟ سول. ده اللي هتاخدوه في نهايه الشابتر 2. خلاص، ايه المطلوب منك حتى الان؟ كل اللي انا قلته ده كفهم، انا عايزك تفهم. كامتحان بقى ما فيهوش غير سؤال، هو ان المين اكسترنال يوزر مين ومين؟ رد عليا. انفستر. اوكي خلاص، ما انا عايز احدد لك الامتحان فين. خلاص، شابتر 1 اللي احنا هنبداه دلوقتي، بص ايدي كده ركز. اي ام نوت ويستنج تايم في النظري. شابتر 1 ده فيه اربع نقط. كام نقطه؟ اربعه. النقطه الاولى هنعمل مقارنه انتوا خدتوها في سنه اولى بين المحاسبه الفاينانشال والمحاسبه المانجيري. خلاص، النقطه الثانيه مهمه جدا، بص عشان اختصر، التانية والتالتة والرابعة هنكلمك على دور المحاسبة الإدارية. مش هتكلم على التكاليف، هتكلم على دور مين؟ المحاسبة الإدارية بشكل عام في خدمة الشركة. خلاص، هنحل الكيسز اللي عليها العين، وهنحل شوية التشوز المهمين للإيه؟ لشابتر 1. الورق اللي هينزل لكم في كل شابتر هيبقى شامل كل الاسئله اللي انت مطالب بيها. يعني ايه؟ يعني مفيش في الاخر
بارت فيه اسئله فيها مفاجآت، يعني اللي احنا هنحله في ورق الكورس هو ده الميد تيرم ريفيجن بتاعتك، هو الفاينل. خلاص، فافتح الورق كده، يلا بينا، يلا امسك قلمك وتعالى نقرا. حاضر حاضر، اقرا كده اول بيج سريعا، يلا بينا. مقدمه من خارج المحاضره بس مهمه. تايبس اوف فيرم، قولوا لي يا اولاد انواع الشركات. مرشاندايز اللي هو بيشتري وبعدين يعمل ايه؟ ريسيل. مانيفاكتشرنج بيشتري رو ماتيريال ويحولها لايه يا حبايبي؟ فينيشد جودز. سيرفيس بيشتغل على حاجات انتانجبل، يعني بيقدم خدمه. عامل سهم انا من عند مين؟ مانيفاكتشر. وبقول لك هذا الكورس مصمم خصيصا للمحاسبه داخل الشركات الايه؟ الصناعيه. وهنطبق ان شاء الله، بص الحصه من اول الحصه الجايه هتلاقي دايما بقول لك ايه؟ ان اند اوت فرنيتشر، ونبدا نشتغل. خلاص؟ هنطبق على مصنع فرنيتشر، كملين. تتعامل الشركه يا اولاد مع كم نوع من اليوزرز؟ 2 internal user are individuals inside the company اللي بيعملوا plan، تخطيط، organize يعملوا manage and run يشغلوا البيزنس. زي مين؟ marketing manager، production supervisor مشرفين الانتاج، finance director مديرين التمويل، company officer الموظفين. كل ده هاكس، روح الناحية التانية وركز. الاكسترنال يوزر، حتى دي هيجي فيها سؤال. These are several types. There are several types of external user. الدكتور لو سألك هم كم جروب أو mainly كم جروب؟ 2 As رقم investor 1، يبقى المجموعة الأولى هي مين؟ investor اللي هو الأونرز who take decision to buy، يشتروا، hold يحتفظوا، أو sell stock اللي هم ليهم حصص فين؟ في المنشأة. creditors رقمها لي 2. هو يقصد ايه بقى الدكتور بتاعكو بكريديتورز؟ رد على اي حد مداين مين؟ الشركة. سبلاير ممكن يداين الشركة. بانكر البنوك ممكن تداين الشركة. هو ايفاليويت الريسك اوف لندنج ماني، يعني معاملاتهم كلها من خلال ان هم بيقرضوا مين؟ رد عليا الشركة. نكمل قراية. افتكر ان اليوزرز كلاهما يعني محتاجين انفورميشن عشان ياخدوا ديسيجن، وبناء عليه حبايبي ظهر علم الايه؟ المحاسبة، اللي كان يعتبر information system، يجمع بيانات ويديها لليوزرز تاخد قرارات من خلال فرعين، المحاسبة المالية عشان تخدم مين؟ ها؟ external، والمحاسبة الإدارية تخدم مين؟ internal. ايه اللي بالصف؟ احنا قلنا chapter 1 هناخد كام point؟ 4. النقطة الأولى، وركز عشان أقول لك الامتحان فين. major difference between managerial and ايه؟ financial. ركز في اللي هقول لك عليه، هي مقارنه، انما المقارنه دي بتيجي في الام سي كيو. خلاص، تعال نمسك اول بند. يوزرز اند تايب اوف ايه؟ انفورميشن. ركز قوي. طبعا احنا لسه قايلين ان الفاينانشال اكاونتنج، المحاسبه الماليه، بتخدم انهي يوزر؟ اكسترن، اللي هم مينلي انفيستور وكريديتور واذر. خلاص، باي ميجرنج بزنس ترانزاكشنز، الاحداث اللي بتتم، ونطلع فاينانشال ايه؟ ستيتمنتس. اكتب لي تحتها معلومات فاينانشال فقط. تاني، المحاسبه ما تملش بقى عشان النظري ده ايه، عايزين نخلص منه النهارده. خلاص، تاني، المحاسبه الفاينانشال دي اكتب لي تحتها معلومات ايه؟ فاينانشال فقط. يعني معلومات ايه يا حبايبي؟ ردوا عليا، ماليه. ايه المعلومات الماليه اللي بتظهر في الفاينانشال ايه؟ ستيتمنتس. الجنب التاني، المانيجيريال اكاونتنج، ها لسه قايل بتخدم مين؟ لا، رد عليا يلا عشان ننجز، تخدم مين؟ انترنال يوزر. ركز في الحته اللي جايه دي عشان اللي تشوز. تقاريرك كراجل اداري رقم فيها معلومات فاينانشال ومعلومات ايه؟ نون فاينانشال، عشان نخلي المانجر تيك ديسيجن. قول لي ازاي؟ لسه قايل لك حالا ان انت هتساعد برقم اسمه الكوست اوف جودز ايه؟ سول. يبقى انت هتساعد في الفاينانشال، وهتساعد في القرارات والبرايسنج، حاجات بره القوائم الماليه، يبقى نون ايه؟ فاينانشال. اللي بعده، تايم فوكس، اكتب عليها بنسجل ايه. طبعا الكلام ده انت عارفه، قولوا لي يا اولاد المحاسبه الماليه الفاينانشال
عمرك سجلت حاجة او عملت قواعد مالية السنة جاية ولا السنة فاتت؟ فكتب لك past oriented، اكتب جنبها historical، اكتب جنبها ايه؟ historical. انما المحاسبة الادارية انت بص، يعني انا هسعر منتج ده نزل ولا هينزل؟ هينزل، يبقى انا بشتغل لمين؟ فيوتشر. خلاص اللي بعده، اللي بعده رقم 3 دي اكتب عليها اكزام وحط عليها دايره. بصوا مأكد عليها جدا الدكتور، ليه بقى؟ بص بيقول لك ايه، المحاسبه الماليه انفاسايز، بتركز على حاجه اسمها الاوبجكتيفيتي او البريسيجن. اكتب جنبها الرقم بالظبط، اوبجكتيفيتي او ايه حبايبي؟ بريسيجن. اكتبي الرقم بالايه؟ بالظبط. يعني ايه الرقم بالظبط؟ يعني مفيش حاجه في المحاسبه الماليه اسمها استيميتد سيلز بادجت سيلز. المحاسبه الماليه قوانين الجاب بتطبق، فالبيانات كلها ايه؟ رد عليا بريسايز. الجنب الثاني مهم جدا، اقرا انفاسايز ريليفانس. يعني ايه ريليفانس؟ بص مش مهم يبقى الرقم بالظبط، لكن تديني معلومه تساعدني كاداره حتى لو فيها بعض الايه؟ الاستيميشن. فكلمه ريليفانس او الملائمه او الاستيميشن دي اكتب فيها، مش لازم الرقم، اهم حاجه يبقى ملائم ويساعد الشركه في اتخاذ الايه؟ القرار. يلا اللي بعده عشان ما ننامش. ها سبجكت اوف ريبورت، اكتب عليها محتوى التقرير. سبجكت اوف ريبورت، يلا نخلص من النظري ده النهارده. محتوى الايه؟ تقرير. بص يا اولاد، القوائم الماليه ما بتطلعش لكل خط انتاج ولا لكل منتج. ريبورت مكتوب فور هول ايه؟ كمباني. اكتب عليها مجمعه، القوائم الماليه مجمعه. انما في المحاسبه الاداريه سيجمنتد ريبورت، اكتب عليها لكل منتج. المحاسب الاداري بيطلع تقارير لكل منتج ولكل فرع، اسمها سيجمنتد او اسمها ايه؟ رد عليا ديتيل. خلاص اللي جاي انتوا عارفينه، قولوا لي مين فيهم لازم تطبق الجاب الفاينانشال. خلاص المانيجيريال انا كاتب لك نو نيد فور ايه؟ جاب، يعني ما بتطبقش الجاب. صح، زودوا الكلمه دي مهمه جدا. اكتب المانيجيريال بتطبق مادة اسمه الكوست بينيفيت. ركز بقى عشان الحاجات اللي هو بيزودها في النظري خطيرة. بيطبق مادة اسمه ايه حبايبي؟ يرد عليا كوست. يعني بص الفاينانشال ماشي وفقا للجاب، انما المانيجيريال ما عندوش حاجة اسمها جاب، ماشي بمادة اسمه كوست بينيفيت. طول ما المنفعة اللي هتعود على الشركة اكبر من الكوست بنعمل ايه؟ بننفذ. اخر حاجة مكتوب ايه؟ ريجوليشن. اكتب على ريجوليشن كده الزامية ولا لا. تاني ريجوليشن اكتبي لي جنبها الزامية ولا ايه؟ لا. اعرف المعلومة دي كويس جدا، اي شركة اجباري اجباري لازم عندها محاسبة مالية، انما الشركات النظيفة فقط هي اللي عندها ايه؟ رد على مانيجيريال. فبص كاتب لك ايه؟ mandatory to publish financial statements، يعني ما فيش شركه ما فيهاش محاسبه ماليه، انما في المانيجيريال it is not mandatory it is a رد عليا optional. صعب الكلام؟ بص لي شويه. الله عايز عينك على الفاينانشال وامشي لي بالطول، انا هسالك ترد قول لي الفاينانشال بتخدم انهي يوزر؟ مين هم المين اكسترنال؟ انفستور وكريدت. ايه نوع المعلومه اللي بياخدوها؟ فاينانشال. قولوا لي بتقدم معلومات فيوتشر ولا باست؟ طب عايزه اوبجكتيفيتي ولا ريليفانس؟ اوبجكتيفيتي اللي هي اسمها الثاني بريسيجن، يعني الرقم بالايه؟ قولوا لي بتطلع قوائم مفسره ولا هول مجمعه؟ لازم تمشي وفقا لقواعد مين؟ اجباري، تبقى موجوده في اي شركه. خلاص المانيجيريال بتخدم انهي يوزر؟ انترنال. نوعين المعلومات، يا ايه يا ايه؟ فاينانشال يا نم. قول لي بتسجل حاجات حصلت ولا هتحصل؟ عايزه اوبجكتيفيتي ولا ريليفانس؟ ريليفانس. تقاريرها مجمعه ولا ديتيل؟ هل محتاجه الجاب؟ امال بتمشي بقانون اسمه ايه؟ كوست بينيفيت. ات از نوت مانداتوري، مش لازم تبقى في الشركه. خلاص كملوا. احنا هندرس نظام مشتق من المحاسبه الاداريه اسمه محاسبه الايه؟ تكاليف.
دوره الأساسي مساعدة الإدارة في تحديد تكلفة تصنيع المنتج. What is cost accounting؟ اقرأ التعريف. تخيل جاب التعريف في 100 ترم. اقرأ. It is considered the subsystem، مشتق من مين يا حبيبي؟ من المانيجيريال أو المانجمنت أكاونتنج. دورك كمحاسب تكاليف، ميجر وريبورت بيانات فاينانشال أو نون فاينانشال. قولوا لي يا أولاد بصوا بقى، هل بتاع التكاليف بيقيس البيانات عشان يساعد في الديسيجن ميكنج عموما؟ لا. أمال هو رايح لخدمة مين بس؟ البرودكت إيه؟ كوست. اكتب جنبها تكلفة التصنيع. خلاص؟ وعايزك تكتب جنب برودكت كوست دي، اكتب جنبها ان انت دورك كله على اكواير اند يوزنج ريسورسز. معايا ولا لا؟ يعني بتاع التكاليف مش مفتوحه بشكل عام، ده دورك اكواير ويوز ريسورسز، اللي هم مين الريسورسز؟ اللي هم الماتيريال والليبر ومين؟ رد عليا. الاوفر هيد. لاحقا نتكلم. It provide، نكمل. It provide information to both، بتخدم كلاهما. المانجمنت اكاونتنج لسه قايلين في موضوع اسمه ايه؟ برايس. والفاينانشال اكاونتنج احنا اللي هنساعده ان نحسب الكوست اوف جودز ايه؟ سول. ايه اللي بيصفر؟ شايف النوت اللي جاي اللي فوق دي؟ اكتب عليها very important. النوت اللي فوق دي اكتب عليها very important. خلاص؟ بص كده التعريف الزيادة اللي الدكتور قاله. اقرأ. What is cost ايه؟ يلا جماعة خلونا ننجز النظري. What is cost ايه؟ management. بص لي شوية. الشركات النهاردة بدأت ما تعملش كوست اكاونتنج، محاسبة تكاليف بس، بدأت تعمل تخطيط للتكلفة. ازاي؟ قولولي. هو اي شركة عايزة الكوست بتاعتها بتاعت التصنيع تبقى عالية ولا قليلة؟ ردوا علي، عالية ولا قليلة؟ قليلة. فبدأوا يعملوا بلان، تخطيط، ويعملوا بادجت في اول السنة، واخر السنة يعملوا كنترول، رقابة على اللي اتصرف، ويقارنوهم ببعض عشان يشوفوا اي فاريانس. تعرف يعني ايه فاريانس؟ انحراف، عشان السنة اللي وراها ما يتكررش. ففي مصطلح الدكتور ضافه السنة دي اسمه كوست مانجمنت، ادارة التكلفة. اكتب جنبيه ام سي كيو ممكن يسألك فيه. بص بيقولك ايه. It describes the activities of manager، يعني إدارة التكلفة دي تمثل نشاط الإدارة في حاجتين رقمهم، planning و control، يعني في التخطيط والسيطرة على التكلفة. It include هدفها continuous reduction of cost. تقولوا لي يعني continuous reduction؟ احنا نعمل ايه في التكلفة؟ نقلل. بيقول لك إدارة التكلفة في التخطيط والتنفيذ عشان نقلل الايه؟ التكلفة. كده احنا خلصنا نص الحصة. في صعوبة؟ الاربع اسئلة اللي جايين دول very important، لان دول بتوع السلايدز. خلاص؟ يلا حل معايا بقى، انا مش حاطط لك الاجابات يعني، هتحل معايا. تعال امسك اول سؤال. Which of the following groups، مين في المجموعات البشرية اللي جاية دي، would be، حط دار على الكلمة least، Which of the following group would be a least likely to receive detailed management accounting report؟ معلش تاني، مين في دول اقل واحد محتاج المحاسبة الادارية، يعني مش محتاج يتعامل مع المحاسبة الادارية؟ اقري. Distribution manager، مدير التوزيع، ده internal صح؟ ولا sales manager، ده internal، ولا برودكشن سوبرفايزر، مشرف الانتاج، ده انترنال، ولا ستوك هولدر، ده اكسترنال؟ مين يا اولاد؟ ستوك هولدر. خلاص، يبقى اول واحده دي. ليه؟ لانه اكسترنال. السؤال الثاني، رولز، القوانين فور ميجرمنت اند ريبورتنج فور مانجمنت اكاونتنج، معلش تاني،
نوع القوانين اللي بتمشي بيها المحاسبة الإدارية، هل هي ستيت بتوضح ان الانفورميشن المعلومات must only be useful تبقى مهمة للمانجمنت، مش وحشة الجملة، ولا القوانين اللي بتمشي بيها do not need to follow gap لكن بتمشي بمين cost benefit، ولا must follow gap، ولا must follow gap وايفرز؟ قولوا لي مين. بي خلاص، سؤال اهبل يعني. السؤال الثالث، ميد ترم السنة اللي فاتت، تخيل ان مع الناس تستسهل تحل سؤال زي ده غلط. اقرا كوست اكاونتنج، محاسبة التكاليف، ميجر الكوست اوف اكواير او يوز ريسورسز في الشركة، ولا ميجر، بص اللي جاية كلبة قوي الجملة اللي جاية دي، ميجر فاينانشال ونون فاينانشال انفورميشن عشان هيلب المانجر ميك ديسيجن لتحقيق الجولز، ولا كوردينيت تنسق الديزاين والبرودكشن والماركتينج عشان نقيم اداء الشركه، ولا كوميونيكيت المعلومات للانفيزيتورز والبانك وريجوليتورز؟ مين يا اولاد؟ اول واحده. ليه مش بي؟ اكتب على بي تعريف المانجيريال. هي دي دماغه في النظري. خلاص؟ السؤال اللي وراه. يلا بينا. The approaches and the activities، الأنشطة والوسائل اللي المانجرز بيعملوها في الشورت ران واللونج ران من خلال ان هم يعملوا planning وcontrolling decision عشان نزود القيمة للكاستمر ونحاول نقلل lower الكوست اوف برودكت. لسه قايلين اسمها ايه؟ كوست مانجمنت. صعب الكلام؟ لسه الفاليو تشين لازم تضيف قيمة للمنتج في عين الزبون، لكن مش دورها انها تعمل كوست ايه؟ ريدكشن. خلاص؟ اقلب الصفحة. خد نفس كده، يلا انا قدامي ربع ساعة. بص بقى. يلا بينا. احنا قلنا شابتر 1، يلا بقى ما تملش بقى، خلينا ننجز. ها في كام نقطة؟ النقطة الأولى خلاص موضوع الفاينانشال ومين والمانجيريال، وحلينا الكام سؤال اللي عليها. خلاص النقطة الثانية، نقطة سهلة قوي مش هنرغي فيها كتير. اقرا العنوان مكتوب ايه؟ Management Accounting and Value. بص يا ابني، لو انت نازل، وركز عشان في تريك هنا مهم قوي. لو انت نازل تشتري موبايل، خلاص، هل يفرق معاك في قرار شراء الموبايل ان الموبايل يبقى فيه ايدياز جديدة، يبقى بيشحن وايرلس، يبقى فيه فكرة جديدة في التصوير، نيو ايدياز، يعني تفرق مع العميل ولا متفرقش؟ تفرق. طب هل يفرق معاك الديزاين، طول، حجم، وزن، تقل؟ يفرق. طب يفرق معاك طريقة تصنيعه ان ما يبقاش خامته ضعيفة؟ تفرق. طب يفرق معاك ان لو اتكسر تلاقي له قطعة غيار اللي هو خدمات ما بعد البيع؟ كل ده يفرق. السؤال اللي بقى اللي انا عايز اسأله لك، هل يفرق معاك وانت بتشتري موبايل اتخزن في المينة كام يوم قبل ما انت تشتري؟ يعني نشاط التخزين، انت لو بتروح تشتري موبايل هتسأله ايه ده قعد في المينة كام يوم؟ لا. في انشطة احنا كمحاسبة ادارية بنقول للمصانع اصرفوا عليها. اصرفوا عليها ليه؟ لان بيسموها فاليو ادد. بيسموها ايه؟ فاليو ادد. طول ما انت بتصرف بتعلي في قيمه المنتج في عين الزبون. انما في انشطه مهما المصنع صرف عليها مش فارقه مع الزبون، بيسموها نون فاليو ادد. بيسموها ايه؟ نون فاليو، زي التخزين كده. احنا عايزين منك ايه هنا؟ اخترعوا في المحاسبة الإدارية حاجة اسمها value chain. اسمها ايه؟ value chain، سلسلة الإمداد.
سوري سلسله القيمه. سلسله القيمه دي 6 انشطه ورا بعض. تاني كم نشاط؟ 6. كل نشاط منهم الشركه المفروض تصرف عليه عشان ده بيضيف قيمه للمنتج في عين الزبون. خلاص. السؤال فين؟ هنسالك في الامتحان، هنديك كوست اتصرفت وانت تقول لنا دي اتصرفت في انهي نشاط من مين؟ من الست. وبعد كده هديك حته الدكتور زودها مهمه جدا. خلاص. تعال بس نقرا الكلمتين دول. اقرا. اول حاجه يعني ايه فاليو للفهم؟ is the usefulness. value يعني المنفعه. a customer gain اللي العميل بياخدها من الكمباني's product or a service. تعريف الفاليو تشين اكتب جنبيه ام سي كيو. is the sequence اكتب فوق كلمه sequence بالترتيب. value chain is the sequence يعني احنا هندرسهم بالايه؟ بالترتيب. is the sequence of business function من الوظائف. اكتب فوق business function costs هتتصرف. in which customer usefulness المنفعة is added to product or ايه اولاد؟ service. شايف ال value chain consists of. انا مرقم كم نشاط؟ رد عليا. 6. اكتب فوقها افهم معناهم ما تحفظهمش. يلا اولاد. النشاط الاول اسمه R&D Research and Development. اقرا كده اعرفه ازاي. كمل. Generate حطي داري على كلمة Ideas. قولي لي يعني ايه Ideas؟ رد عليا. افكار. Related to حطي داري على كلمة New يعني Research and Development ان احنا نجيب علماء او ان احنا نبدأ نطور في افكار ايه؟ رد عليا جديد. النشاط الثاني ان احنا نصرف على حاجه اسمها ايه؟ رد عليا ديزاين. اكتب جنب ديزاين الطول والحجم والوزن. ركز معايا نخلص من نظري. اسمه ايه؟ رد عليا ديزاين. it is the detailed planning and حط ده كلمه engineering. انا لسه ما انتجتش هندسة المنتج اللي هي ابعاده. لازم نصرف على مين يا اولاد؟ ردوا عليا الديزاين. بعد كده عملية الايه؟ برودكشن. بيقول لك it is the acquisition اقتناء واسمبلي تجميع الريسورسز تو برودوس البرودكت. تكتب لي جنب برودكشن ام وال واو اتش. يعني ان انا اصرف على ماتيريال سليم وليبر صح ومين؟ رد عليا اوفر هيد. بعد ما ننتج لازم نعمل تسويق صح. مكتوب ايه يا اولاد؟ ماركتنج. حط ده على كلمه بروموت وسيل. الدعايه والاعلان. بيقول لك بروموت اند سيل برودكت اور سيرفيس تو كاستمر. اكتب بقى ادفرتايزنج. بعد ما نسوق اسمع صوتك لازم يكون في قنوات ايه؟ ديستريبيوشن توزيع وفروع نوزع منها. it is the حط على كلمه delivery of product or service to customer. يا ريت تكتب جنب ديستريبيوشن كمان shipping عمليه الشحن عمليه التوصيل قنوات التوزيع اسمها ايه؟ رد عليا ديستريبيوشن. فاينل يا اولاد في حاجه اسمها سيرفيس اللي هي خدمات ما بعد الايه؟ البيع. اللي هو الضمان الصيانه افتر سيل سبورت ايه؟ رد عليا اكتيفيتيز. معلش ثواني. يعني انت عايز تقول لي ان المحاسب الاداري لازم يوجه الشركه ان هي تصرف في كام نشاط؟ يلا ما تفصلوش. كام نشاط؟ 6. حلو قوي. الرسمه اللي تحت فكك اقلب الصفحه. ابوس رجلك. شايف النوت اللي جايه دي؟ فيري امبورتنت. النوت اللي جايه فيري ايه؟ خلينا يا جماعه نخلص من كل الحاجات اللي بيضيفها ونحل كل الاسئله اللي الدكتور عايزها. بص لي بقى. انا قايل لكم ان السته دول
ركزوا، اسمهم فاليو ايه؟ تشين. اسمهم ايه؟ اللي هم سلسلة القيمة، صح؟ الدكتور وهو بيشرح قال لك خلي بالك في حاجة اسمها سبلاي تشين، اسمها ايه؟ اكتب عليها سلسلة الامداد. يعني الفاليو تشين هي سلسلة القيمة، سبلاي تشين اسمها سلسلة الايه؟ الامداد. افهم بقى عشان اقول لك هيسألك فين. السبلاي تشين دي بصوا كده، الامداد، امداد رو ماتيريال، بصوا لي شويه ما تناموش، رو ماتيريال يبقى وركينج بروسيس. عدى عليكم اللفظ ده قبل كده، يعني ايه وركينج بروسيس؟ يبقى يتصنع، يطلع فينيشد ايه؟ جود، يتشحن للكاستمر. بص تاني، ماتيريال يتصنع يخرج يوصل لمين؟ للعميل. دي اسمها سبلاي ايه؟ تشين. الحته بقى اللي دكتورك عايزها قال لك خلي بالك السبلاي تشين حته من الفاليو تشين. تاني، السبلاي تشين ايه؟ جزء من مين؟ رد عليا، من الفاليو تشين. انت بتقول الانتاج وبعدين نوصل لمين؟ رد عليا، للكاستمر. بصوا كده، يا الفاليو تشين فيها كام واحدة؟ ستة. السبلاي تشين نشاطين بس منها، اقرا مين؟ برودكشن، ومين يا اولاد؟ ديستريبيوشن. اقرا كده، سبلاي تشين is the flow of production process from raw material through a ها اقرا ما تنامش working process to the final product till shipped to mean customer. الحته اللي جاي اكتب عليها exam، supply chain جزء من مين؟ من ال value chain. تاني، supply chain جزء من مين؟ من ال value chain، لانها ريليتد لكم وظيفه منها؟ اثنين، برودكشن، ومين؟ رد عليا، ديستريبيوشن. صعب الكلام؟ الكيس اللي هنحلها دي اكتب عليها ماتشنج. طبعا خد بالك هو مينلي امتحانك هيجي ام سي كيو، انما انت الامتحان الالكترونيك ممكن يبقى ام سي كيو ترو اور فولس، وممكن يبقى فيه ايه؟ ماتشنج. فعايزين نشوف كيس المحاضره. اقرا كده، ديل كمبيوتر انكيرز ذا فولوينج كوست، شركه بتصنع كمبيوترات صرفت الاتي، عد من واحد لكام؟ 8. كلاسيفاي ايتش كوست ايتم، صنف لنا كل تكلفه من دول انتو وان اوف ذا بزنس فانكشن اوف ذا فاليو ايه؟ تشين. يعني قول لنا كل كوست من دول، قولوا لي يا اولاد اتصرفت في مرحله الايه؟ ريسيرش ولا ديزاين ولا وانا بنتج ولا ماركتنج ولا ديستريبيوشن ولا ايه؟ سيرفيس. تعال نمسك اول واحده، يوتيليتي كوست. اكتب فوق يوتيليتي اللي هي مين؟ زي الكهرباء كده، اكتب فيها اوفر هيد، اوفر هيد او اتش. حلو، يوتيليتي كوست فور بلانت للمصنع، السمبلنج ذا لاتيتيود كمبيوتر لاين. قولوا لي يا اولاد تكلفه الكهرباء بتاعه المصنع اثناء عمليه التصنيع في انهي مرحله دي؟ برودكشن. فيها صعوبه؟ اللي بعده ممكن، لكن هي احنا اهم حاجه عندنا الكوست كانت ايه. خلاص، طبعا الثانيه انت لو حليتها غلط في الامتحان يعني تقتل نفسك، تخسر عرق بايدك. يعني الراجل بادئ بيقول لك ايه؟ رد عليا، ديستريبيوشن ايه؟ كوست. لا اصل في طالب، في طالب متآمر يقول لك لا اكيد بقى هو ايه؟ مش بالطيبه دي معايا ولا لا؟ لا بص اسمعني، الكوست بتاعتكو الامتحان مش هيبقى مرعب ومش هيبقى تافه، لكن هيبقى نورمال. هيبقى ايه؟ نورمال. اقرا، ديستريبيوشن كوست فور شيبينج، تكلفه توزيع لاتيتيود لاين برودكت تو ريتيل لشبكات التجزئه. ايه يا جماعه؟ ديستريبيوشن. خلاص، زي اللي وراها برضو لو جاوبتها غلط تبقى فضيحه. بيمنت دفعنا تو ديفيد نيو بيري ديزاين، مكتب تصميمات، عشان عمل ايه؟ ديزاين لاكس بي اس 2 ان 1 لابتوب. تكلفه ايه؟ رد عليا، ديزاين. معايا ولا لا؟ ما تبقاش متآمر. خلاص، اللي بعده، سالري اوف كمبيوتر ساينتست. ركزوا معايا، نو 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 ثواني بس،
salary of computer scientist، حطوا تحت scientist دي خط، ده راجل عالم working قاعد شغال على next generation of servers، يعني بيفكر في أفكار جديدة. دي مين؟ research and development. دي مين؟ رد عليا research. رقم 5 و6 حط عليهم دايرتين عشان دول الدكتور قال لك لو جولك في الامتحان ينفع إجابتين. تاني رقم 5 و6 حط عليهم كام دايرة؟ 2. خلي بالك أي واحدة من دول يقدر ياخدها يعملها سؤال إيه؟ multiple choices. اقرأ كده. Cost of Dell employees visit، يعني عندي موظفين بعتهم فديتهم فلوس، كوست مرتبات، راحوا الميجور كاستمر العميل to demonstrate عشان يوضحوا Dell's ability to interconnect with other computer. اسمعني بس دكتور، قال لك حاجتين ينفعوا. لو احنا رايحين للعميل ده عشان هو اصلا اشترى الجهاز ومش عارف يوصله، فاحنا كده كاستمر ايه؟ سيرفيس. انما لو رايحين للعميل عشان نقنعه ان هو منتج حلو ونقدر نوصله، ده يبقى ايه؟ ماركتنج. قال لك الاثنين ايه؟ ينفعوا. فممكن في اللي تشوز في الامتحان عشان يبقى عارف انك تحضر المحاضره يحط الاجابتين ويحط لك ايه اند بي معايا ولا لا، فركز. اللي بعده برضو دي الدكتور ادى فيها هنت ما كانش قايله السنه اللي فاتت. Purchases of competitors product، ثانيه واحده، نزلنا اشترينا المنتج اللي مين بيعمله؟ المنافس. عشان نعمل حط ده على التستنج، نختبره، نعمل عليه ابحاث against potential Dell product عشان نقارنه بمنتج جديد احنا هنعمل ايه؟ هننزله. دي الصح بتاعها ريسيرش، انك بتعمل ايه؟ ابحاث. ضاف حاجه في المحاضره، قال لك ممكن ديزاين، لان انا طالما نزلت اجيب الجهاز بنفسه من السوق يبقى واضح ان انا عايز كمان ابص على السبيسيفيكيشن. يعني ايه سبيسيفيكيشن؟ الابعاد. فقال حاجتين، اقرا الاجابه تحت، انا بقول لك اه عشان في اللي تشوز هتلاقيهم الاثنين. قال لك تنفع ديزاين وتنفع ايه؟ ار ان دي. اتفقنا؟ 7 payment to business magazine، خلاص بقى دفعنا المجلة عشان نعمل ديل ادفرتايزنج دعاية، دي يا اولاد ماركت. cost of cartridge، cartridge اللي هي الحبارة، اكتب عليها material. cartridge اللي هي الحبارة، اكتب عليها material. اشتريناها من supplier عشان نحطها في ديل برينتر، في برينتراتنا، دي ايه؟ production. خلاص؟ في سؤال تحت ام سي كيو، اقرا. ار اند دي، برودكشن اند كاستمر سيرفيس ار بزنس فانكشن انكلودد كجزء من حاجه اسمها ايه؟ فاليو تشين. اقلب الصفحه. تعبتوا؟ هانت خلاص 10 مينتس، معلش تشابتر النظري ينزل بس نخلص منه. خلاص احنا كل نقطه قلناها عرفنا الاكزام فين. بص كده النقطة اللي جاية مكتوب ايه؟ Key success factor. بصوا ايدي كده، ركز. خلاص قربت اخلص، بص لي وركز. خلاص بصوا يا اولاد، طول عمرنا في الكوست، طول عمرنا بندرس ان الشركة، احنا كناس محاسبين اداريين، عشان ننجحها بنشتغل على 4 حاجات. كم حاجة؟ الدكتور بتاعك زود كمان واحدة، يعني بقوا كام؟ 5. ركز في اللي بيعمله. اقرا كده اول واحد مكتوب ايه؟ كوست اند ايه؟ اعمل جنبها سهم لتحت. ايوه طبيعي، من غير ما نفتي بقى ونضيع وقت يا جماعة. اي شركة عايزة تعمل ايه في الكوست؟ تقلل، صح ولا غلط؟ طيب كواليتي تعمل ايه فيها؟ تزود. تايم يعني نوصل المنتج بتاعنا ونستجيب للعميل في وقت ايه؟ سليم. انوفيشن لسه قايلينها، زي ان احنا نعمل ابتكارات ايه؟ جديده. دول طول عمرهم معروفين. خلاص
ركز في رقم 5 بقى وافهم، اسمها sustainability. اكتب جنبها خدمة المجتمع. sustainability اسمها ايه؟ بص، هو نموذج الاستدامة ده خدمة المجتمع. نموذج الاستدامة ده دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ركزوا معايا. تلاقي مصنع بتاع ورق في برج العرب، خلاص؟ تلاقي الدولة بعتت له قالت له احنا عاوزينك تعمل ميدان وتشجره وتحط عليه اسم شركتك، او عايزينك تزرع طريق شجر عشان تساهم في 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 الحاجه الانفايرومنتال. يعني ايه الانفايرومنتال؟ البيئيه. او كمان ده دلوقتي بقى ايه يقول لك؟ ايه مصنع مثلا بيطلع حاجات كانت بتلوث البيئه، عاوزينك تساهم في بناء مستشفى صدر سوشيال. تعمل ايه؟ تتخش في حاجات ايه؟ سوشيال. لا، انت كمان عشان تكمل شغل عايزين منك دعم مالي فاينانشال لاسر فقيره. النهارده المصنع ما بقاش بيشتغل وينتج بس بالاربع حاجات دول، بقى عنده مسؤوليات مجتمعيه وفقا لنموذج الاستدامه عشان يكمل شغل. احنا مش عايزين منك غير ثلاث كلمات، بصوا ايدي كده، السستينابيليتي، انك هتساعد المجتمع فاينانشال، رد على ايه فاينانشال؟ بفلوس. والسوشيال وانفايرومنتال، تاني مش عايز غير الثلاث كلمات دول، هتساعدهم ايه؟ فاينانشال وسوشيال وايه؟ انفايرومنتال. اقرا. كومبانيز، الشركات ار انكريزنجلي ابلاينج ذا كي سكسس فاكتور اوف كوست كواليتي تايم اند انوفيشن. حلو قوي. يعني بقول لك الشركات مموته نفسها عشان تحقق الكم مفتاح الاربعه. بس بيقول لك دول بقى هي بتشتغل عليهم to promote sustainability عشان تفضل موجودة في السوق. The development، كلمة sustainability معناها development و implementation، ان احنا ننشئ وننفذ بعض الاستراتيجيز اللي هتحقق long term، رقمي لي لو سمحتي، financial، ها استفادة ايه؟ رد عليا financial. رقم اتنين ايه؟ and ايه رقم تلاتة؟ environmental. في مشكلة في كلام ده؟ في مشكلة؟ اقرا السؤال اللي جاي هيجيبه لك في الامتحان السنة دي. اقرا. MCQ sustainability is a strategy to achieve a long term، مين؟ يلا رد. C اللي هي مين؟ ها financial و social و environment. خلصنا؟ اخر نقطة في التشابتر point 4 مش 5، خليها 4. يلا بينا بقى عشان انت بدأت تمل. خلاص خلصنا وان بقى سألته. Planning and A، رد عليا control. اسمعوا مش انا لسه قايل لكم ان بقى في مصطلح جديد اسمه cost management؟ ما تناموش بقى، انا عارف انك تعبت. cost ايه؟ management. لسه قايل لك ان اداره اي شركه دلوقتي بتيجي اول السنه تعمل حاجه اسمها plan. حاجه اسمها ايه؟ plan. انتوا في مانيجيريا الاولى خدتوا شابتر 8 بتاع البادجتس الجداول ولا ما وصلتلوش؟ ان احنا كنا نتوقع السيلز، بعد كده نتوقع هننتج ايه وهنصرف ايه، وفي الاخر نعمل الكاش بادجت. لازم الشركه دلوقتي تبدا الاداره في مرحله التخطيط تعمل حاجه اسمها بادجت، موازنه متوقعه. وبعدين اخر السنه تعمل حاجه اسمها كنترول. ازاي؟ تاخد البيانات الاكتوال الفعليه تقارنها بمين؟ بالبادجت. تعمل حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت، يعني تقارن الفعل بمين؟ بالبادجت. واي انحرافات فاريانسز تشتغل عليها عشان ما تحصلش السنه الايه؟ الجايه. احنا هنا مش عايزين منك غير حاجه بسيطه قوي، اقرا كده. يعني ايه بلاننج؟ اكتب عليها التخطيط اول السنه. خلاص؟ بلاننج يعني ايه يا اولاد؟ التخطيط ايه؟ اول السنه. سيلكت جولز، هنختار الاهداف. بريدكت ريزلتس، نتوقع النتائج. ديسايد هاو تو اتين جول، هننفذها ازاي. كوميونيكيت ذيس تو اورجانيزيشن، لازم الاداره تبقى فاهمه كده، باي
شايف اللي بين براكت ده؟ هو ده الامتحان. The most important planning tool. اكتب عليها وسيلة التخطيط. وسيلة التخطيط. تاني. The most important planning tool. يلا يا بنتي ردي عليا. اسمها ايه؟ And implement the strategy بتاعتنا. اسمها ايه؟ budget. اسمها ايه؟ budget. اكتب عليها موازنة. خلاص؟ يبقى انا في اللي تشوز لما اجي اسالك مين الوسيله اللي بستخدمها في البلاننج اسمها ايه؟ انجز. ها بادجت. الكنترول اكتب عليها الرقابه اخر السنه. شغل الاداره يعمل ايه في اخر السنه؟ الرقابه. بص بقى، تيك اكشنز تو امبلمنت البلان، ينفذ الخطه. ايفالويت الباست بيرفورمانس، الاداء اللي تم. اند بروفايد فيدباك، عارف يعني ايه فيدباك؟ يعني الحاجه الغلط نحاول ان احنا نصلحها السنه الايه الجايه. كل ده هاكس. اند ليرن تو هيلب فيوتشر ديسيجن ميكينج. شايف اللي بين براكت ده؟ اكتب عليها وسيله الكنترول او وسيله الرقابه. ايه هي بقى الحاجه اللي بنعملها في الكنترول؟ بنستخدم حاجه اسمها بيرفورمانس ريبورت. تاني، بنستخدم حاجه اسمها ايه؟ بيرفورمانس ريبورت. هتاخدوه في سنه رابعه. ده بتاع تقييم الاداء. These are reports that compare. ها هيقارن بيانات ايه بايه؟ actual ببادجت. تاني، هيقارن بيانات actual بايه؟ ببادجت. اخر حاجة في chapter 1، شايف الخمس خطوات دول؟ اكتب عليهم حفظ بالترتيب. خلاص؟ معلش انا ايه؟ عايز انجز النظري عشان انا كده دخلت في المحاضرة التانية كمان. حفظ بالايه؟ خلاص minutes. حفظ بالايه؟ بالترتيب. ليه بقى؟ اسمعي. Five steps in decision making process. اكتب فيها كده خطوات بتعملها الادارة لحل اي مشكلة. اسمها الستبس بتاعت decision making. تاني، خطوات بتعملها الادارة لحل اي ايه؟ مشكلة. تاني، حفظ بالايه؟ ليه؟ بيجيب عليها سؤال في التشوز، يلخبطهم لك ويقول لك اختار لي بقى الترتيب الصح، سي دي اي بي، بي سي دي اي، معايا ولا لا؟ يلا. Identify the problem and the uncertainty، اكتب جنبها، حدد المشكلة. Obtain information، جمع بيانات. Make prediction about the future. اكتب. حط بدائل. حدد المشكلة. جمع بيانات. Make prediction. يعني حط ايه حبايبي؟ بدائل. Make decision by choosing between alternatives. اكتب. اختار من البدائل. يعني حط كذا حل واختار واحد منهم. Implement the decision. Evaluate performance and learn. اكتب جنبها. نفذ وشوف النتيجة. معلش قولهم لي سريعا كده بالترتيب. اول واحد اسمه identify ايه؟ problem. تاني واحد obtain ايه؟ make ايه؟ make ايه؟ decision. ثم implement مين؟ decision. الكيس الاخيرة اقرأ. company makes and sell a new product. شركة بتعمل منتج ايه؟ جديد. It takes the following actions. اكتب جنب actions قرارات خدتها. Decisions. Not necessarily in order. يعني هي بتقول لك ان دول مش بالترتيب. For each action من اللي خدتهم A to D. قلنا ده planning ولا controlling. بصي. Whether it is plan. اكتبوا فوقيها. اول السنة. لو هو هسميه بلان يبقى اكيد حاجه في اول الايه السنه، وانا بعمل ايه يا بنات؟ تخطيط. انما لو كنترول يبقى فين؟ اخر السنه. يلا. Iris asked its advertising team. الشركه طلبت من فريق الدعايه to develop انه يصنع او يكريت fresh advertisement، دعايه حديثه عشان يبدا يماركت للنيوست برودكت. ده فين؟ بلانينج. لسه بيخطط. فاهمين الكيس؟ ايريس الشركة كالكيوليت كاستومر ساتسفاكشن سكور. انت عارف يعني ايه؟
يعني بيحسبوا مدى رضاء العميل بعد ما خد الخدمة أو السلعة. After introducing بعد ما خد المنتج الجديد. هو العميل استهلكها كده. يبقى احنا فين يا اولاد؟ كنترول. Iris compare الكوست actually اللي اتصرفت مع الكوست expected المتوقع انها تتصرف. ايه دي؟ يا اولاد ها كنترولينج لانه كده كانه بيعمل بيرفورمانس ايه ايفالويشن. ايريس الكلمه اللي جايه واضحه قوي. استيميت يعني ايه استيميت؟ يعني لسه بيقترح ان الكوست هتتصرف لتوزيع 30,000 يونت في الفيرست كوارتر. يبقى كده هو في مرحله اسمها ايه؟ بلان. شكرا ليك شابتر 1 خلص. ما تبصش على اي حاجه تاني في البيبرز خلاص كده انا خلصنا اهو باسئلته. ما تحلش حاجه تاني الباقي انا اللي هعمل سيلكت منه. اتفقنا؟ هتتابعوا الجروب هننزل خلاص بدايه العملي بقى هينزل لكم جدول مواعيد ثابت اللي هتشتغل عليه طول الايه؟ الميد تيرم خلاص؟ مش عايز منك حاجه وما تبداش المذاكره غير لما اقول لك. حتى تو كده هنمشي حصتين وزي ما احنا ماشيين احنا هنعمل ايه؟ هناخد حته بأسئلتها كلها. حته بأسئلتها كلها. مش عايز اعمل عليك لون.